حاجة برحب بيك وسيم معانا عبر فوشيا، واحنا النهارده معاك في اول يوم تصوير مسلسل للشبكة. في البداية كده عايز اعرف منك بقى، من اول ما جالك الورق شفت الدور ازاي ولغاية ما وصلنا النهارده اول يوم تصوير؟ في الحقيقة لما اجى النص قريت اتفاجأت شوي، عمل معي مثل تشوك. يعني هو هذا النوع من الاعمال لسه ما انه مشغول، وخاصة انه عندك خلينا نسميها ثورة التيك توك، صار لها سنتين موجودة وطارئة على العالم العربي، فانت بتبلش تتخوف، بتصير بتقول النص شو بده يقول، لوين رايح. فقريته اكثر من مره، فلقيت انه مثلا في تفاصيل كثير حلوه بطرحها وطريقه تفكير الكاتب، كيف قدران يوصل ويعمل شبكات العلاقات والنتيجه اللي بده يوصل لها. حبيت، شدتني. هلا خلصنا من النص، بمعزل عن النص، الشخصيه اللي عم بلعبها هي شخصيه الحقيقه شوي استثنائية بالعمل، لأنه هي بتحكي عن حدا هو كتير حقيقي بالنسبة له، لكن هو بالنسبة للآخر للناس التانيين هو بمصطلح اجتماعي هو ندل بيقولوا عنه، لكن هو عنده مبرراته بالنهاية. هو هذا الشخص الجذاب اللي يمتلك هذا الحضور الجميل، اللي قدران يفوت بأي ناس، قادر يقنعهم فكريا، هو قادر يستحوذ على طريقة تفكيرهم. هاي الشخصية اسمها وسيم، هي شخصية ما لعبتها من قبل الحقيقة. بالمجمل هي شخصية سلبية بالعمل، بتحكي عن الناس كيف بيقدروا يستغلوا الآخرين إن كان مادياً أو بأشياء أخرى. إحنا العمل زي ما شايفين والشبكة بيضم كوكبة من نجوم الوطن العربي، مش سوريا بس، معنا الأردن، معنا لبنان. عاد تكلمت كده، بتشوف زي المسلسلات اللي بتضم أكثر من جنسية واحدة. للامانه هلا الدراما العربيه عم تاخذ طابع له علاقه بانه في اعمال تركيه معربه وهي تعتمد على شكل واسلوب ولها توجه ومسجات، واعمال ثانيه هي مثل ما قلت الاعمال العربيه اللي بيكون ابوه مثلا مصري، امه لبنانيه، هو سوري وكذا، كمان هذا شكل من الاعمال. وفي اعمال لا، مثلا ميد ان ايجيبت، مثلا ميد ان سوريا، ميد ان كذا، كله هذا حلو، وهذا عم يعطي طابع للدراما العربيه، عم ياخذها لمكان يعني من التطور، يعني عم ياخذها لمكان. هلا انت بتشوف احيانا التجارب قد لا تثمر او بتكون مثلا فيها النتائج ما كثير مهمه، لكن في انواع دراما منهم عم تنشغل بطريقه حرفيه عاليه وعم يكون فيها حقيقه حاله الكواليتي والفن جدا عاليه. هلا نحن عم نتخبط لسه لنعتمد لون. انا بالنسبه لي اعتمد على الدراما النظيفه، يعني بمعنى اعتمد على النتاج. انا كيف بشوف انا كوسيم، يعني اذا كان العمل من هذا النوع ومن هذا النوع ومن هذا النوع، المهم هو بالنسبة لي مقنع بالنص والتمثيل والكواليتي والإخراج وإلى آخره، يا حلو يا لا. فما بوقف إنه هذا إذا كان عربي أم هو مثلا نتاج درامة بلد خالص. ليك برضه تجربة لسه ما شفناش، قلوب من الماء، عاوزين نتكلم عنها شوية، وتتوقع إنها إمتى هتتعرض؟ للحقيقة عندي تجربة أنا حاببها كتير وبالنسبة لي أضافت لي الحقيقة، هو العمل أنا مشتغل من قبل مع إخواتنا وأحبائنا الفنانين المصريين، كمان في عمل اسمه معاوية بن أبي سفيان، لكن ما بقدر أحكي يعني عن تفاصيل أبدا، راح تشوفوا فيما. آخر حاجة أختمها مع حضرتك، إحنا في رمضان، إيه بقى المسلسلات اللي بتتابعها دلوقتي؟ أنا كتير حابب مسلسل أولاد بديعة، مسلسل سوري للأمانة، يعني شيء يثلج الصدر من رفقاتنا وزملائنا أنه مشتغلين بهي الآلية، الأستاذة رشا شربتجي يعني، والنص ليامن الحجلي والممثلين كلهم، ما بدي أحكي أسماء لأنه كلهم كانوا رائعين الحقيقة. يعني أنا حاببة لهي التجربة وللأمانة عم تستفزني كممثل يعني. شكرا جدا يا وسيم. حبيب قلبي، شكرا.